الفل والهنا. هو احنا يا جماعة مهمومين شوية ولا حاجة؟ يعني الأربع سنين اللي فاتوا وما قبلهم حطوا على كتافنا حمل تقيل ولا حاجة؟ طب ما تيجوا نستعيل، ما تيجوا نرجع لطفولتنا، ما تيجوا نفك كده ونشيل القشف اللي علينا ده. طب نعمل ايه؟ نفتكر أحلى مكان في طفولتنا لما كنا مش شايلين هموم، وكان في ناس تانية متحملة المسؤولية، والحقيقة أنهم كانوا قايمين بواجبهم، أهالينا يعني، كما يجب أن يكون. طب كنا بنعمل إيه؟ كنا في الغالب بنتفرج على التلفزيون على برامج بنحبها، ونتلم مع بعض، وغالباً أهلنا أو مامهاتنا بيجيبوا لنا سندوتشات كتير عشان يسكتونا، وكنا بنتوحد قوي مع شخصيات كانت من الواقع المصري، بتنطق لهجة مصرية، بتقول عادات وتقاليد مصرية، شايلة الهوية المصرية بالكامل، وهي دي اللي كانت بتوجه خطواتنا وبتخلق وعينا اللي حوالينا. كنا بنشوف ايه؟ كنا من زمان قوي نسمع بابا شارو، ونسمع أبلة فضيلة، ونسمع عم حسن شمس وكده. وكمان كنا بنشوف بقى مع بداية التلفزيون مثلا جنة الأطفال، كنا بنشوف بابا ماجد، كنا بنشوف ماما عفاف، كنا بنشوف ماما سامية شرابي، كنا بقى بنشوف ماما نجوى وبقلز، كوكي كاك، بوجي وطمطم، حاجات كونت شخصية أجيال السبعينات والثمانينات والتسعينات والستينات إذا كان من بداية التلفزيون. بعد كده حصلت فجوة، وبقى في برامج كتير جاية لنا من بره مدبلجة بلهجة مش مصرية، أهلا وسهلا، لكن في حدود. انفصل الطفل المصري عن هويته الحقيقية، عن الشخصيات اللي كانت بتعمل وعيه، بتكون وعيه. فعشان نفتكر ونلحق، يعني نلحم الفجوة دي مكانها، يعني نشيلها، نرقب الصدع زي ما بيقولوا، تعالوا نرجع بقى نستعيل. يعني تعالوا نستدعي، نستعيل ونستدعي، ونشوف الحاجات اللي كنا بنفرح بيها وننبسط منها قوي. وكمان عملنا حاجة لذيذة جدا، عملنا فرقة كوناها من أصحابنا الكتار قوي اللي بيعزفوا مزيكا حلوة قوي في فرق كتير، والفرقة دي جمعت مجموعة من أجمل الأغاني اللي سمعناها انتوا بقى الصغيرين في طفولتكم، وكمان هنغنيها لايف. يعني هناخد من كل بستان زهرة اتنين على قد ما نقدر يعني. فتعالوا بقى نقعد على الكنبة ونتربع ونجيب سندويتش ونتفرج على طفولتنا، نستدعي، نستعيل، ننبسط. يلا بينا دي الشموسة، طلع طلع وبتنده علينا. يلا بينا، يلا 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 بينا دي الشموسة، طلع طلع وبتنده علينا. هنشبك ايدينا، هنروح الجنينة ونشبك ايدينا، ونطير سوا على الارض الخضراء والارض تدور بينا. يا سمانة يا بنور العصفور بيدور، يا سمانة يا بنور العصفور بيدور، واحنا كمان بندور ونغني يا لمونة دواخينا. يلا بينا، يلا 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 بينا في الشموسة، طلع طلع وبتنده علينا. يلا بينا، يلا 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 بينا في الشموسة، طلع طلع وبتنده علينا. يلا يا سمارة
هنطير طيارة يلا يا سمارة هنطير طيارة سيب لها الدوبارة تعلى وتغيب عن عينينا طيارتنا تطير من نسمة الحرير طيارتنا تطير من نسمة الحرير وإحنا كمان بنطير وياها يلا منى دواتينا يلا بينا يلا 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 يلا, يلا بينا دي الشموسة طلع طلع وبتنده علينا يلا بينا يلا 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 يلا, يلا بينا دي الشموسة طلع طلع وبتنده علينا علشان انت هادي انا هاخدك للنادي علشان انت هادي انا هاخدك للنادي ننزل حمام السباحة نعوم زي السفينة وهنركب مراجيح تعلى في قلب الريح وهنركب مراجيح تعلى في قلب الريح يلا يا روح اركب ما تخافش للحيبة المتينة يلا بينا يلا 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 يلا, 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 يلا بينا دي الشموسة طلع طلع وبتنده علينا يلا بينا يلا 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 يلا, يلا بينا دي الشموسة طلع طلع وبتنده علينا يا بطني بطني بتوجعني قوي يا طمطم وبعدين معاك يا بوجي انا مش قلت لك ما تغرمرمش النهارده علشان اهل مدام سعد يونس طب ما انا اعمل ايه يا طمطم بطني بتوجعني ياني يا بطني حرمت املاها قوي تاني حرمت ازلط يا بطني حرمت ازلط يا بطني حرمت ازلط حرمت ازلط من غير ما اندخ بسناني يا بطني حرمت يا بوجي حرمت ترمرم حرم كل الاصناف حلوه وطعمه لكن مش هيسة ولا يغمة ناكل منها نونو نونو ونحمد ربنا على النعمة ازيك دلوقتي يا بوجي بطني بتوجعني يا طمطم ايه نوع الشكوى يا بوجي ادق عليها تقول بوم بوم سمعني 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 بطني بتوجعني يا بطني سلامتك يا بوجي حرمت حرمت يا طبطب حرمت عمل ايه تاني ده؟ كان بيرمرم يا مدام ايه سعيد اكل اكل كتير قوي 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 انا مش قايله لك بطل رمرمه يا بوجي حرام عليك والله انا بس قلت اضرب لي سندوتشين كبده كده على السريع كده كبده يعني. اسكندراني؟ كبدة اسكندراني كده بس شكلها ما طلعتش اسكندراني يعني وحشتوني يا ولاد وحضرتك كمان يا مدام اسعد وانت كمان وحشتيني قوي 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 يا حبيبي احنا عندنا مشكله وقررنا نيجي علشان نتكلم فيها ايه حبيبتي قوليلي احنا قررنا نيجي في برنامج صحبه السعيده علشان ده البرنامج اللي خلى كل الناس تقعد تتفرج عليه ايوه صح فين ايام زمان لما كانوا بيقعدوا يتفرجوا علينا في التلفزيون يا سلام كانت احلى ايام والله يا مدام اسعاد كانت ايام جميله انتوا رحتوا فين من ساعتها يا حبايبي احنا بقى عندنا مشكله وعايزين نتكلم فيها ايه احنا دلوقتي مش بنلاقي برامج خالص للاطفال وكمان ما بقاش في مجهود خالص حتى الاغاني فين ايام الاستاذه عمار الشريعي لما كان بيقعد يحفظنا الاغاني وانت رحت فين يا بوجي انت كمان انا كنت موجود كنت موجود كده بس حسيت ان الجو مكهرب كده ومفيش اي حاجه عدله للاطفال خالص وبقى كله بينحت فانا يعني قلت اروح بقى البيت كده اعجز شويه تعجز شويه
احنا هنا مفروض نتكلم كلام اللبب، مش المفروض نقول الكلام ده. يا تمتم بقى انت كل شويه تمتم تقولي لي كده، حرام. امال ايه البرامج الاطفال اللي بيقدموها دلوقتي يا ولاد؟ احنا مش عارفين، احنا ما بقيناش لاقيين حد بيعمل عرايس زي زمان. صح. كل الاولاد بقوا ماسكين التابلتس وبقوا يروحوا يتفرجوا على 3D ولا 4D وحاجات كده. أيوة ولما أيوة. ترجعوا هتقولوا حاجات جديدة ولا هتعملوا زي الحاجات القديمة بتاعت زمان؟ لا طبعا هنقول حاجات جديدة جدا جدا، وفي نفس الوقت برضو متمسكين بالحاجات بتاعت زمان يعني. يا ولا يا واد يا ثقافي. أيوة. انت يا عميق. أمال ايه؟ برافو يا بوك. خلاص احنا اتفقنا، بس ما فيناش من نحت. لا خالص خالص، ده هم اللي بينحتوا في دلوقتي وسايبيننا كده. اه يا اخويا، مش لما انت ترجع بقى علشان جعان وعايز تملى كرشك تقعد تنحت علشان لا. تجيب كبده مش عارف ايه اللي انت اكلتها دي وتقعد تملى كرشك ويرمرم. لا يا بابا ويرمرم. انتوا كل شويه تقولوا لي رمرم رمرم رمرم. طب انا مش واكل بقى تاني بقى. لا لا خلاص، ما تزعلش ما تزعلش يا بوبي، ما تزعلش يا حبيبي. خلاص انا هتفق لكم مع الناس الكبار اللي بيعملوا القنوات والبرامج ان انتوا ترجعوا تاني. كله كده هيفرح، كله هيفرح. والاطفال اللي كانوا بيتفرجوا علينا بقى عندهم اطفال دلوقتي، فعايزين نقعد نتكلم معاهم احنا كمان ونخليهم كلهم يقعدوا يتفرجوا علينا زي زمان. خلاص احنا اتفقنا. خلاص هنقول لهم يا جماعه عايزين بوجي وطمطم يرجعوا بالامر علشان الاطفال المصريين مش بيتفرجوا على حاجه مصري. صح. في حاجات سوري كده وفي حاجات غريبه بتطلع كده. احنا فين المصريين؟ فين المصريين يا جماعه؟ عايزين نبقى كده بقى يد واحده وربنا يخليكي لينا. مش كده؟ خلاص احنا اتفقنا. ايدك وايدها بقى. ايوه اهلا وسهلا. شكرا. هنرجع. شكرا. احنا هنرجع. احنا هنرجع. هنرجع. ارجع. هوي هوي طب كده طب. وبعدين يا بوكي بقى على فكره طب خلاص 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 ما تتخانقوش. احنا هنرجع سوا. ماشي يا خلاص ما تتخانقوش. ماشي. الفيديو ده والكاميرا دي بعتهم عم عنبر علشان هو مسافر وهو بيسلم عليكم وبيقول لكم لازم كلنا نبقى يد واحده. يعني هو خلاص مسافر دلوقتي؟ يا دوب على بال ما يلحقوا يوصلوا البلد قبل الليل ما يدخل عليهم. طب واشمعنى طماطم هي اللي هياخدها معاه البلد؟ وفيها ايه يعني لما تتفسح هي وفلافيله يومين ويشموا هوا؟ طب ما كان بتلعب مع فلافيله اكتر مننا، كمان تسافر معاه؟ وطبعا الفرقه الاستعراضيه بتاعتنا مش هتشتغل لغايه ما ترجعوا، مش كده ولا ايه؟ ما احنا قلنا يا زيكا الفرقه يلزمها اجازه ضروري. تمام. الفرقه لازم تاخد اجازه علشان نريح ونبدا الموسم الجديد بنشاط، وتبقى فرصه بقى نغير برنامج الفرقه ونفكر في الجديد، في حاجات جديده. عايز اقول لكم انه بوجي وطمطم من ساعه ما دخلوا الاستوديو الناس اللي بشنبات هنا تحولوا الى عيال صغيره وكأن ولا يوم مر من الزمن اللي فات ده كله. خلوني الاول ارحب مدام فوقيه حرم مرحوم رحمي، ده العبقري بتاع العرايس والانيميشن في مصر لسنين طويله واللي ورا اعمال عظيمه كتير جدا، والفنان الكبير رضا الجمال هتعرفوا دلوقتي هو كان بيعمل ايه في بوجي وطمطم، والفنان ماهر سليم برضو بطل من ابطال بوجي وطمطم. واحنا كالعاده لما بيبقى الفيلم بطوله تك تك عارفين انهم تك تك، احنا عايزين كل الناس اللي شالوا العمل اللي هم الساده اللي موجودين. اسمحوا لي ابتدي بالهانم. مدام فوقيه طبعا. مدام فوقيه حضرتك بقالك من قبل ما تتجوزوا يمكن. ايوه. وانت مش مفرطه في فتله من اللي صممها او صنعها بايده الاستاذ رحمي. طبعا. ازاي بقى؟ عشان انا عارفه قيمه هذا الفنان. عشت معاه وعرفت هذا الفنان مصريته ورسالته اللي عايزه منها للطفل المصري. فكان كل همه الطفل المصري، ساب كل ما هو يعني كان نحات عظيم جدا.
فكان عامل معرض قبل كده لأعماله، فلقى كل الفنون التشكيلية اللي هي مهتمين بها بس اللي في المعرض. فهو لقى إن هو فنه مش هيوصل لكل الجمهور اللي هو عايز يوصل رسالته ليه. فقرر يبقى فنان لكل الناس. بإيه؟ من خلال هذا الفن. حول شغله من النحت، مع أنه كان نحت عظيم جداً، وقال عليه كده الأستاذ جمال السجيني أستاذه إن هو كان فنان جبار. حول كل شغله من النحت لفن العرايس، هذا الفن الساحر الشعبي اللي هيوصل لكل الناس. ابتدى بإيه؟ ابتدى أولاً كان التلفزيون كان لسه ما فتحش. كان هو طالب فنون جميلة، فتح التلفزيون سنة 60. التحق لما عرف بقى إن الفن ده الجميل ده، راح التلفزيون، التحق بالعمل في التلفزيون في قسم العرايس، اشتغل آلاف العرايس لغاية ما وصل للشخصية المصرية. كان يعني كانوا شغلوا عرايس مثلا مستعاره، ديزاين مستعاره. لا لا لا، العرايس كلها عرايس انواع كتير، بالونيت وباتوج وانتي. اول حاجه عملها بقلص. بقلص الشخصيه اللطيفه البسيطه. اول حاجه عملها في حياته في التلفزيون، بس هو تاجر التلفزيون على حسب ان هو يكون يعني كل شغله هيشوفه ملايين. فالفنان رحمي الله يرحمه كان عنده رساله، اختار رساله الطفل. قال أنا بحب وطني بطريقتي، وبناقش قضاياه مع أنبل وأذكى العقل، العقل الطفل المصري. صحيح. فخلى عمره كله للطفل، اداله كل وقته وكل راحته وكل فكره. فأنا عارفة إن هذا الرجل يعني زي صلاح جاهين مثلا، حاجة كده ما تتعوضش. فكره كله كان للطفل، فالطفل حاجة مش سهلة. الجائزة الأولى برنامج بوجي وطمطم. المبدع الحقيقي هو اللي يسيب إبداعه يتكلم عنه من غير شوشرة، من غير دوشة، يبدع، يصمم، ينفذ. رحمي خلق حالة جميلة مع أجيال ما عرفتش من التلفزيون غير قناتين. يمكن كتير مننا ما يعرفش شكله، ينسى اسمه، بس احنا مديونين ليك يا عم رحمي بأكتر من إننا نقول ده اللي عمل بوجي وطمطم. والله اسأله قدامك اهو. مالك مش عاوز تاكل ليه؟ حد زعلك ولا اكلمك؟ قول لي بس، لو حد زعلك انا هتصرف معاه. امال مش عاوز تاكل ليه؟ ايه انت عمال تبص للاكل ليه؟ ابعد، اجيب لك طبق تاخد حبه يا زيكو. ياكلوا شوكولاتة يندهن الدغة، ياكلوا شوكولاتة يندهن الدغة أو يشدقوا بالبنم. بعد
شقاوته وبعد همومه من بعد ما لفه وضرب اليومه من بعد شقاوته وبعد همومه من بعد ما لفه وضرب اليومه ترمينا هو واصل لمحطة نومه ترمينا هو واصل لمحطة نومه ترمينا هو واصل لمحطة نومه ده أول قطر ينام في بيوت دود 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 يا دوا جروحي في الليل النوحي تصبحوا على خير يا حبايب روحي يا دوا جروحي في الليل النوحي يا تلات قمرات طلوا على سطوحي يا تلات قمرات طلوا على سطوحي يا تلات قمرات طلوا على سطوحي يا تلات يا منات على شجرة وتغطوا ونموا واللي هينام هيشوف منامهم شدوا الملايات وتغطوا ونموا واللي يغمض هيشوف منامهم باب جنة أحلامه قدامه وقصور فضة ومرجان وياقوت توت 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 المركز العاشر الخطأ هنا كابول هل عدلت الوحل انعكاس حاضر المركز التاسع اننا سنعود لمسارنا نحو عام 1957 بملوخي اوه يا بحسر الصدف لقد توقفت الرافعة المركز الثامن المركز السابع المركز السادس إن هذه بخر في عرفان ما الذي أتى بها هنا؟ عرفان؟ يبدو أن عرفان عندنا في البيت يا فريدة ها؟ تمتم احمل هذا وتعود بسرعة إنه ثقيل جدا يا فريدة أين تذهبين؟ شيء غريب المركز الخامس كيف سننقل الطعام على متن السفينة؟ ألا ترى لا أحد هنا يساعدنا؟ لم يبقى عندنا نقطة ماء أو قطعة طعام يجب أن نفعل شيئا الحل الوحيد أن نفاوض ذلك القبطان هناك صحيح وأنا ذاهب معك يا سندباد المركز الرابع المركز الثالث ما السبب؟ الحيوانات تموت واحدا بعد الآخر لا تحركوا الذين عليهم بقع أريحوهم وأحضروا لهم الطعام والماء هيا المركز الثاني فترك الدوناتيلو والجرذ مدمرين في قاع النهر بينما حاول مايكل أنجلو شق طريقه نحو الأمام لكنه لم يتمكن من ذلك كما أن رافاييل تناثر إلى أشلاء في داخل مدرعة السلاحف ولم يبق سوى ليوناردو أبي وحالما أعثر عليه سأكون قد انتقمت لك شر انتقام المركز الأول بروفيسور فيوري الملقب بأبي الغضب
رجل شرير تعمق بدراسة العلوم، ثم ألف جيشا من الآليين هادفا إلى أن يصبح يوما ما ذا نفوذ وسلطة في أعلى المراكز العالمية عن طريق القتل والتدمير. لكن عقبة صعبة التجاوز كانت تقف في طريقه، كانت الآلي الضخم مازنجر الذي صممه وصنعه البروفيسور عبقري. عاوزين نجيب تورتاية كبيرة عشان عيد ميلاد دوبة. الكبيرة قد ايه يعني؟ يعني طولها مترين تقريبا. ازاي؟ اطلبها يا اخي من الفانوس. لا هو كله الا ده. ايش معنى يعني؟ انا اهز طولي واطلب من الفانوس تورتاية مترين وفيها ايه يا اخي؟ مش طلبت منه الباسترما وطلبت منه يذاكر لزيكو؟ طب ده حتى التورتاية طلب بسيط. ما هو عشان كده. لا يا طمطم، انت عاوز الفانوس يستهيبني؟ عيب يا بوجي كده. ما هو حقيقي ازاي اطلب منه طلب زي ده؟ لا احنا نشتري لها حاجه تانيه. طب وليه الفانوس موجود واوفر واحسن واسرع كمان؟ على كل حال يا طمطم هساله واشوف. نعم، حد اساله وتشوف. انت تامره يا استاذ، انت مش فاهم اللعبه ولا ايه؟ هو بوجي اخو طمطم؟ لا ده قرد وارنبه. ما هو ده بقى الفن. ايوه، ما هو العيال يقولوا ايه يعني؟ ما هو اخوات وفي البيت، وما فيش حد يحس ان هي قرد وارنبه. ده بنت وولد، كل بيت فيه بنت وولد. وبعدين شغل الفنان رحمي اختار بقى الولد القرد الشقي، دمه خفيف بيحبوه. طمطم الارنبه، الأرنب الوديع اللي بيحبوه كده، فهو أختار قرد وأرنب. ده العرايس، ده الخيال. يعني هي بس هي بنت والولد، كل اللي شافوها يحسوا ان هي بنت وولد، بس ده قرد وأرنبة. عمل بوجي وطمطم، هو بيعمل بقى نحات أساسا، فعمل بوجي قرد وطمطم أرنبة، وسماهم الأسامي اللي هي متداولة. طمطم ده لحفاطمة العادي، وبوجي ده كان اسم أخوه الكبير. فبوجي وطمطم، بوجي وطمطم العروسين دول، هو نجح إن هو يعمل عروسة مصرية. طمطم ذكية، بوجي طيب، يعني اللي يفهم العرايس ويكتب نص جيد. المهم النص، المهم النص، المهم النص. طيب النص جيد يشتغل. ستاند باي، فاضل 10 ثواني. 9 8 7 6 5 4. الأغاني جاهزة؟ أيوة كله تمام. طب خلي بالك معايا، ركز. سترك يا رب. استنى يا معلم، طمطم اهي، طمطم اهي، طمطم اهي. استنى بس اسمع بتقول ايه. الجيران الاعزاء، نقدم لكم اليوم اول تجربه ارسال لمحطه فلافيلو. ايوه ابعت البتاعه دي، ونتمنى ان تعجبكم. اي شعري احنا في انتظار. اي خدمتي في انتظار ارائكم واقتراحاتكم، لاننا هنا شعري هنا لتلبيه كل طلباتكم. ريحه شاطه يا معلم. طفايا وهم، طفايا، طفايا وهم، طفايا وهم، طفايا، طفايا. عزب اللمبه يا جدع، عزب اللمبه الفارقه. نازل اغنيه حالا. انا ايوه حاضر. اغنيه ايه؟ اي حاجه. ما عندناش الاغنيه دي. يا ده المصيبه، يا ده المصيبه. اوعى يا اخي، اوعى كده، اوعى. ما عندكش احتياطي؟ شريط احتياطي مفيش. يستاهلوا ما دام ما خدوش راي. ادي اللخبطه ولا بلاش. استاذ رضا عمل حاجتين. هو كان عامل اول لا، هو عامل اول ابو شكشك. وكان شكشك الله يرحمه رأفت فهيم. تخيل بقى ان انت كنت ابو رأفت فهيم. رأفت فهيم، ابو رأفت فهيم. واستاذ ماهر سليم كان عامل زيكا. طيب احكي لي بقى، مين ابتدى الاول؟ زيكا. عشان زيكا هو اللي جه الاول. كان كل سنه الله يرحمه كان بيطور في الشخصيه ويزود شخصيه. بعد كده زيكا وشكشك. بعد شكشك ما اتعمل، عمل ابو شكشك. ازاي بقى انت تعمل بالضبط ابو رأفت فهيم يا استاذ رضا؟ والله الله يرحمه رأفت فهيم، هو لما كان هي قبل الوفاه
عملت كان ليها يعني ان انا اعمل شكشك وابوه. وفي خضم الموضوع طبعا انا كانت علاقتي برأفت فهيم جميله، لان طول عمري في الاذاعه كنت بعمل مع رأفت فهيم ايام ما كان مشهور. فوت علينا بكره يا سيد، كنت بعمل فوت علينا بكره يا سيد. ايوه الموظف الروتيني الممل اللي شوف مصلحتك يا اخويا بعيد عني، هات القهوه يا ولد، بيطرق الزبون اللي هو المواطن. فكان في انتقادات لينا، لازلنا بدون رأفت الله يرحمه بنعمل همسة عتاب في الراديو بقى لي سنين طويلة. كم سنة دلوقتي يا أستاذ رضا همسة عتاب؟ سنين طويلة. مالك اتخضيت كده؟ مش هغمى كتير قوي كده للدرجات؟ لا بس أنا لحقت رأفت فهيم فوق الأربعين سنة يعني. لا يا راجل بسيطة. لا أكتر بسيطة. أكتر زي عيلة مرزوق، ما أنا كنت برضو في عيلة مرزوق أفندي وكانت حاجات جميلة. الراديو كان بص ما تحاولش حاجات. أنت كنت حسب ما افهم يعني حتى وانت شاب صغير صوتك قابل على التلوين في كل الاعمار. والله قدراتك كمان يا صاحبة السعادة. انا كان رحمي الله يرحمه يقول لهم انا متصور وانا حافظ رضا الجمال، بحيث ان انا بحس ان قدامي لوحة زراير اللي انا عايزه معاه بيدهوني. دي الكلمة دي كان بقدرها فيه قوي. يا موزة يا ولد يا موزة. ايوه عم شكشك. ما شفتش زيكا يا موزة؟ لا يا عم شكشك ما شفتوش. طب لو شفته قول له عمك شكشك عاوزك. اوعى تنسى يا ولد، وقول له قول له لقى لك القصة. قصة؟ قصة ايه يا عم شكشك؟ وانت ايه شأنك يا موزة؟ بطل يا ولد تدس انفك في اللي مالكش فيه، فاهم؟ حاضر. تعال خد. انت زعلت؟ لا مفيش حاجة عم شكشك. اصلي يا ولد كان عاوز كتاب ألف ليلة وليلة، وده بابا بيقرا فيه وما يصحش. بابا؟ انت بتقول بابا عم شكشك؟ ايوه والدي يا ولد. ايه عجيبة ولا غريبة؟ ابدا والدك على عيني وعلى راسي عم شكشك. المهم هو ما كانش عاوز ألف ليلة بالذات. ده مين بقى؟ والدك؟ زيكا يا ولد. بقول لك والدي بيقرا ألف ليلة وليلة، وزيكا ما كانش عاوز ألف ليلة وليلة بالذات كلها. الله، امال كان عايز ايه؟ قلت لي كان عايز ايه؟ كان عاوز يا سيدي قصة علاء الدين والمصباح السحري. المصباح السحري؟ ايوه المصباح السحري. لما طلب مني اعمل الايكو والصوت ال حورس جبار وفاز بيه وخد في مهرجان حجازه. انت هتحمسنا ايه؟ قول حورس اسمعه. ما انت خلي بالك صوتك متعه في حد ذاته يا حبيبتي. ربنا يخليك والله العظيم، ربنا يخليك. انا ما هو بيبقى طبيعي الصوت، في ناس بتصطنع، انا بتكلم بالتلقائيه يعني. انما انا حورس جئت من أعماق أعماق الماضي، أنا نيل الحياة، حاجات كده للأطفال. وكان معايا محمود الجندي. يا سلام طبعا. ودخلنا والرياسة أياميها جم في استوديو عشرة، وراح ميجي يقول لي أقسم بالله كانت قاعدة جسمها مقشعر مسؤولة في البلد يعني. لأن تكسيم الصوت والتكنولوجي بتاعه مع استوديو عشرة عارفة إني أغرق أغرق، كان صوت حلو يعني. ورحمي كان خلاق. وتعاملت مع رحمي وأنا بعمل أنا مع نيلي وإيمان البحر انقلاب مسرحية. كان أيوة. في انقلاب دي شق مسرح خيال الظل والمسرح أيوة. السحري وكان مع مسرح جلال الشرقاوي حضرتها انا جلال الشرقاوي طبعا وكان معانا خبراء في مجال المسرح السحري وكده تشيكو سلوفاك. وجلال الشرقاوي ده شخصيه عظيمه جدا ومخرج جميل وتطلعاته جميله طول عمره. فاحنا بنعمل خيال الظل وبنعمل عرفت رحمي قوي قوي وانا معاه قال لي ما سيبكش انت هخلق لك شيء في بوجو طمطم. حلو. وصل الحوار معايا مع رحمي يقول لي يا رضا انا عندي دور فاكره طباخ عروسه فالطباخ ده مجنون
وبيجيب بوجو طمطم ويعمل لهم اكلات برسيم على بقدونس على خاص يطلع يخلي شوربة السلحفاة. فراحبي كان يقول لي انا احب اعمل عروسة والممثل يجي يركب عليها. انت الوحيد اللي بسمع لك سكة معينة هتعملها واعمل لك العروسة. ده كان بيفرحني. دي بس دي مختلفه عشان هو عارف قدراته. لكن هو كان المؤلف اللي يا اما يكتب الدور ويجيبوا له ممثل يا اما يفصل على ممثل الدور برضو. طلع العرايس فيها كده طبعا. العروسه ده اصعب مشهد. فجيت حضرتك بقى في الطباخ المجنون ده خطر ببالي. كنت اشوفه واعرفه شويه الدكتور حامد جوهر بتاع عالم البحار. كنا نحب نقعد نتفرج على الدكتور بنضارته. سيداتي سادتي مساء الخير. الكثيرون من السادة المشاهدين يطلبون ويلحفون في الطلب المزيد من المعلومات والبيانات عن القروش البحرية. فاكتزت من الصوت ده والحالة اني عملت الطباخ اللي بيجيب المرسيمة بتاعه. وكل يا جرع انت وهو لانها تعجبك اوي. بس السبانخ ما تنسبوش لما تحط حتة جرجير على القلقاس هيعمل يا اخني حلوة اوي. قول لي سيادتك ده مش لبرنامج طبيخ ولا حاجة ومفيش عندنا طباخ غيرك. اطمن. لا انا عارف انتوا جبتوا حد تاني. انا متعامل على كده. اقولهم ايه بس في الفندق كده في طباخ يعمل كده. فندق ايه؟ فندق عالمي 9 نجوم على الاقل. وانا انا 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 كبير الطهاه فيه. اقول لهم انكم استغنيتوا عني. دول كانوا يرفضوني. ارجوك يا استاذ بوجي انا مستعد اطبخ ببلاش. ايه ده؟ لا لا انت هتطبخ دموعك تنزل في الطبيخ. لا لا اسكت. ده ايه ده؟ صدقني يا اخي قلت لك مفيش طبيخ تاني. اقنعك ازاي بس؟ طب اسمع استاذ بوجي انا هاخد السمكه معايا عشان اطمن. انا كده دي بتاعت البرنامج اللي جاي. مالين دعوه انا اخدها معايا. اخد طباخ ده. نفسي من صغري اكبر واكون بحار. وحلمت طول عمري بالبحر والاخطار. الحلم صدقته لاني حققته وكتبني في ورقته وبطمن الشطار. يا طيور النورس ياللي مقابلني غنوا سوا كورس واهتف ورا مني. حياة البحر احلى حياة ولو يقلب ويبقى نو. انا القرصان تاني وراه احيله لما يصفى الجو. يا طيور النورس ياللي مقابلني. لا 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 لا. مركبتي اسمها توت وصغيرة شوية لكن تقول توت وتطير فوق المية. مش باينة شقوتها لأن حضرتها عجلة قيادتها ممسوكة بإيديا. يا طيور النورس ياللي مقابلني غنوا سوا كورس واهتف ورا مني. حياة البحر أحلى حياة ولو يقلب ويبقى نو. أنا القبطان تاني وراه أحيله لما يصفى الجو. يا طيور النورس ياللي مقابلني. لا 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 شفير وسطريات رافع لها رايتي. انا صنعت الرحلات وهي دي هوايتي. الف في كل مكان
واشوف شعوب الوان وبقيت البلدان اعرفها بقرايتي يا طيور النورس ياللي مقابلني غنوا سوا كورس واهتفوا ورا مني حياه البحر احلى حياه ولو يقلب ويبقى لو انا القبطان تاني وراه حيلو لما يصفى الجو يا طيور النورس ياللي مقابلني لا 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 جزيرة المرجان رمت عليها الهل ومغارة القرصان لقيتها بعد الغل لكن عروسة البحر فتشت عنها البحر وسألت عنها الصخر لقيتها كت كت يا طيور النورس ياللي مقابلني غنوا سوا كورس واهتفوا ورا مني حياة البحر أحلى حياة ولو يقلب ويبقى لو أنا القبطان تاني وراه أحيله لما يصفى الجو يا طيور النورس ياللي مقابلني لا 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 اخد اتفرج على سلاح في النينجا وانا بوجو طمطم لا اكيد كنا بنتفرج على برنامج بوجو طمطم ده برنامج جميل جدا يعني كنت بشوف سلاح في النينجا لا بوجو طمطم والله اكيد طبعا كل واحد ليه راي بس الولاد بيفرضوا بقى سيطرتهم ان هم بيتفرجوا على سلاح في النينجا بوجو طمطم كان بناتي شويه يعني لا بوجو طمطم بوجو طمطم سلاح في النينجا لا بوجو طمطم طبعا كنت انا واخويا بنتخانق كان هو بيحب بوجو طمطم وانا سلاح في النينجا الصراحه بس بوجو طمطم كان بينتصر يعني لا سلاح في النينجا كلنا كنا متفقين على سلاح في النينجا بوجو طمطم سلاح في النينجا كنت بتفرج على بوجو طمطم كلنا كنا بنحبه اصلا بوجو طمطم لا سلاح في النينجا اكيد كنا بنتخانق بس كنا بنفضل بوجو طمطم افضل بنشجع سلاح في النينجا لغايه دلوقتي كنت بشوف بوجي وطمطم وسلاح في النينجا في وقت تاني غير اللي كان بيتزع فيه لا بوجي وطمطم وسلاح في النينجا بردك في رمضان ده بوجي وطمطم طبعا انا كنت بس بسيبها بس عشان يعني ما تعيطش وكده بس على فين يا بوجي انا لازم اتاخرت على الاستوديو وانتي دي اخر مره ما تكونيش هناك في معاد لما شعري يخف في الاول وبعدين لازم نغير زيكو ده ولا ينفع خالص ليه بس يا طمطم ليه بس يا طمطم ما شفتش عامل ايه عاجبك شياط شعري لما يبقى يتعلم الاول طب ما هو مع الخبير اللي قد الدنيا بيعلمه هو ده خبير ده ساب زيكو يتعلم في شعري يا شعري كان مش جاية لا لا طب انا عايز اسمعك لما عملت شكشك وابو شكشك يعني مثلا قول اختار جمله وقولها بالصوتين يعني يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا انا بحبك قوي يا بابا وشايف انك ما اكلتش من الصبح اسمح لي معلش انا هروح اجيب لك شويه زبادي زبادي ايه يا شكشك يا حبيبي ليه انت شايفني جعان للدرجه دي زبادي يا بابا زبادي زبادي عشان تضطري على قلبك كده و... يا ابن انا عندي سنان للزبادة شكشك يا بابا بابا هو زيكا فيه تلاقيه في بيتهم او خرج مع اصحابه يتفسح بس اللي انا متأكد منه يا بابا انه مش هنا ظريف زيكا مش كده او يا بابا ودمه خفيف مش اخف من دم حضرتك بس بحبه بحس انه زي حفيدة شاكشك فربنا يخليه لك ويخليك لينا يا بابا استاذ ماهر سليم متأنتك زيكا بص صوت بقى زيكا ما يطلع لا انا كنت عايز يعني اضيف حاجة على حكاية والد شاكشك انا مش ناسي اليوم ده انا كنت ساكن قريب من الاستاذ رحمي فكان بيتصل بيا كل ما يبقى فيه ابتكار جديد كل ما يبقى فيه حلقة جديدة
فاروح اقعد معاه، يحب ان انا ابقى قاعد معاه، وتعمل لنا السندوتشات والحاجات فقال لي احنا اضفنا شخصيه جديده في المسلسل. قلت له كويس، متوقع بقى ان حد بقى زي زيكو وزيكو وبتاع. قال لي والد شكشك. انا فاكر ان احنا قعدنا نضحك من الساعه 3 لغايه الفجر، وانا مش مستوعب ان شكشك ده يبقى ليه اب وعايش ومين اللي هيعمله وشكل العروسه ايه. وبدا يوريني الرسم على الورق بتاع الشخصيه. انت عملت زيكو ازاي يعني؟ انت وزيكا سوري ازاي عملت الصوت؟ واحد كان يعرف الاستاذ رحمي، جه قال لي الاستاذ رحمي عايزك، عشان انا قلت له ان في واحد ممكن يعمل لك الشخصيه دي. فانا رحت، قال لي راح جايب العروسه بتاع الزيكا وقال لي انت تتخيل ان الراجل ده يتكلم ازاي؟ قلت له ده الراجل ده؟ قال لي قلت له طب اسمه ايه؟ قال لي اسمه زيكا، ودي حلقه مكتوبه بتقول كذا كذا كذا. وقعدنا نجرب اصوات لغايه ما اختار الصوت بتاع زيكا، قال لي ده. فطول الوقت هو ده الولد المشاغب الشقي. ايوه سمعني صوته. بتتكلم اوالي عم شكشك يا حبيبي. يا عم شكشك. ايوه حبيبي، انا فتحت مشروع كبير قوي وعايزك تيجي تلعب بلاي ستيشن عندي انت وباباك، واول مره مجانا. العب يا اخويا، عايز بروح لابويا اقول له تعالى العب يا بابا. الحركه كلها بتيجي يا عم شكشك. يا اسكت يا هلا، والا هجيب لك العصايه يا ولد. لا يا عم بلاش العصايه. في هذا شكشك بتخلي مع مين يا حبيبي؟ لا يا بابا مفيش، ده الواد زيكا جاي يسلم عليك. كنتوا بتتعاملوا مع يونس وهلا ازاي بقى جوه؟ ايه بقى بهدله؟ لا يونس ده جميل، هم اللي بيشوفوها. لا ده يونس ده جميل، كان جميل قوي، ده حلال في العمر، كان جميل قوي في بوجي. يتكلم حلو، يضحك حلو، يعيط حلو، يغني حلو، لايق عليه بشكل فظيع. هو كان بيقول يعني انا اكيد ما عملتش في حياتي الا بوجي. ما عملتش حاجه حتى اسال. امال مالك خايف وحاط ايدك كده ليه يا واد؟ مش انت ابويا لازم اخاف منك؟ الصوت سبحان الله تدعي علينا في مولد النبي يا رمضان. طفولي طول الوقت. يمكن يونس شلبي من جواه كان حاسس ان الجمهور هيفضل فاكر له عاطف السكر. راحت تقابل جاموسه عيني ما لقتهاش، جاموسه ليلي لقطها بقره يا عيني يا ليلي. بس الصراحه اطفال كتير هتفضل عايشه مع صوت بوجي. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ولسه في اطفال تانية هتعيش وتسمعه وتتعلم منه. شريان منين؟ انا مش شريان، ادهولي يا عم عنبر لما كنا عنده انا وطماطم. طب تعالوا بقى نعمل مشهد في زيكا وشكشك وابو شكشك، عشان دول الابطال اللي عايزين نوريهم كمان للناس يفتكرون كويس قوي، لانهم عارفين بوجي وطمطم كويس جدا. بوجي 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 وطمطم. عم شكشك عم شكشك. ايوه 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 زيكا. ايوه يا حبيبي تعال تعال بس عشان تقابل بابا، نفسي يشوفك. ايوه بابا. بابا ليه انا جاي لك انت؟ لا يا حبيبي لازم تيجي تشرح لبابا التكنولوجيا والكمبيوتر والحاجات اللي انت عاملها دي، لازم بابا يعرفها. ايوه بس العصايا بقى ومش العصايا والحاجات دي. هات العصايا يا ولد. لا يا عم يا عم شكشك. ما تخافش يا زيكا. ايوه يا بابا. ايوه ازيك يا جدو؟ انا يا حبيبي ازيك ازيك يا زيكا. ايه اللي عملته ده يا سيدي؟ احكيلي. اصل انا فتحت سايبر وجبت اجهزه كمبيوتر والحاره كلها. ايه فتحت ايه لمؤاخذه؟ سايبر سايبر يعني ايه؟ مش عارف انا اقول لك اهو حاجات كده يعني تكنولوجيا بيقول. ايوه جبت اجهزه كمبيوتر. ايوه يا بابا ايوه يا بابا. والحاره كلها بتيجي تلعب بلاي ستيشن عندي وباتشات، والحاره كلها زحمه. زحمه ازاي؟ فاهم يعني انا عايزك تيجي انت وباباك تلعبوا جيم كده على حسابي يا سيدي. واللي يغلب هياخد جايزه. جايزه ايه؟ هتضحك الناس علينا ولا ايه؟ يا عم شكشك. إيه؟ يا عم شكشك فهمه يا عم شكشك. انا بقولك هياخد جايزه جايزه. من كلامك عرفت ليه بطلوا بوجي وطمطم. يعني ايه؟ هتخسر لي كمان. يعني ايه بطلوها؟ ما عادش فيه بوجي. فيه بوجي وطمطم دلوقتي بالذاع؟ لا مفيش. كل الحاجات تركي ومش تركي. العيال بتاعنا مش قد الكلام ده يعني، ما ينفعش.
لازم يبقوا ولاد مصر بصحيح، لازم نعمل بوجو طمطم تاني. يا بابا يا بابا يا بابا، خف على زيك برضه. لا اخف يا اخي، ما هو لازم يبقى لنا كان زي ما عودنا الشباب كلهم وكبرناهم لحد ما نزلوا ميدان التحرير، ولا ايه رايك يا سيدي؟ ما انا بجيب الاجهزه دي عشان تدخل على النت وتشوف حاجات تانية وتتطور وبوجو طمطم تبقى موجوده. ايوه يا بابا ايوه. ايه يا اخي في ايد؟ ايوه يا بابا ايوه يا بابا. كمل كمل. اكمل ايه؟ ما انت احبطتني. لا مش احبطتك ولا حاجه، بس لازم يبقى لنا شكل في المجتمعات كلها. طب نعمل شكل وندخله على الكمبيوتر ويبقى برضو شكل بتاعنا والناس تيجي تتفرج. وانا يعني مسائل قفلت على ان انت اللي هتجرب لنا يعني؟ جرازي كما تفوت اصح. خلاص خلاص، مش عايز اتفرج ما اتفرجش، بس انا برضو المشروع بتاعي شغال والحارة كلها بتتفرج. يا عم روح، ربنا يفرج علي خالقه. انت في ايه؟ مالك بتسرح بيا ولا ايه؟ يا بابا يا بابا، الراجل ضيف عندنا ما ينفعش. اسكت يا اخي، بلا ضيف بلا بتاع. طيب سلام عليكم بقى. سلامة سلامة يا اخويا يا بتاع الكمبيوتر. يا زوبة طعمه يا زوبة، اللي شافوكي قالوا قروبة. قد البلية لف الدنيا، اكسبر اسمها جالي ولا هلوبة. حلوة يا زوبة طعمه يا زوبة، اللي شافوكي قالوا قروبة. قد البلية لف الدنيا، اكسبر اسمها جري ولا هلوبة. حلوة يا زوبة. متبصوش بس المنظرها، شايلاني في الزحمة ونارها. متبصوش بس المنظرها، شايلاني في الزحمة ونارها. عارفة الصح وعارفة قرارها. قد البلية لف الدنيا، قد البلية لف الدنيا، اكسبر اسمها جري ولا هلوبة. حلوة يا زوبة. زحمة سايقها زي الريح بتشق طريقها، ابقى في وسط الزحمة سايقها زي الريح بتشق طريقها، ولا اوتوبيس يقدر يلحقها. قد البلية لف الدنيا، قد البلية لف الدنيا، اكسبر اسمها جري ولا هلوبة. حلوة يا زوبة. ¡Suscríbete al canal!
عشنا حي حكينا كلمة صغيرة بيتك يا عصفورة وين ما بشوفك غير بتطيري ما عندك غير عشنا حي حكينا كلمة صغيرة لو سألونا بنقلو ما حكتنا العصفورة تيري 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 amica bella vola 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 palombella. سيداتي آنساتي ساداتي أقدم لكم الطفل مؤمن حسن. كم سنة أنا ما شفتكش؟ سنة سنة يا نصابي أو انطجي. شوف بقى وهو داخل عليا وجايب لي التورتايه الجميلة دي مؤمن. قعدت ابني كم سنة يا ابني انت؟ والله احنا قعدنا كتير قوي بس مش عايزين نقول ولا اقول. لا قول قول انا يهمني. كتير قوي. هو انت مش فاكر يعني هو انت فاهم الناس هتشوفك كده وتشوفك كده ويبقى ما فاتش ولا يوم؟ انا كده لسه زي ما انا صغير على فكرة. طفل بريء معجزة. انت كنت ابني في امرأة في سجن الرجال. وكنت ابني في محاكمة علي بابا. تمام. وطابونة حمزة كنت اخويا الصغير. تمام. وحسن بيل غلبان كنت اخويا الصغير. كم حته سكر؟ اي حاجه يا فندم اللي بتحطيه مقبول منك. يلا يا استاذ. شوف يا سيدي الاسم ده مرفوع ما لم يكن كل شيء يجزمه او يضربه. يضربه؟ لا يسحبه. يسحبه؟ قصدي يجره يعني. يجره بعربيه كارو؟ لا بتروسيكل طبعا. يا استاذ الاسم يتكرر بتروسيكل؟ لا تروسيكل ايه؟ مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ اتفضل يا استاذ حسن. شكرا على السواد. لا صحيح دي حاجه بسيطه قوي يعني ولا عايز تكسفني؟ لا مش كسف ساعتها. لا صحيح ممكن يعني تكون عايز تكسفني. فاهم ما دول. لا في احتمال حقيقي انك تكون عايز تكسفني. لا معقوله. ازيك يا مؤمن؟ الحمد لله. انت كبرت كده امتى يا اخويا؟ والله انا فجاه لقيت نفسي كبرت. يا سلام. انت متجوز؟ متجوز ومخلف الحمد لله. اللهم صل على النبي يا حبيب قلبي يا حبيبي. وعملت تعالى بقى احكي لي بقى قول لي انت بقى تاريخك. الناس هتفتكر دلوقتي اول ما تشوفك مثلا غريب في بيتي. غريب في بيتي كان دي كانت المرحله دي انا عملت فيها حاجات كتير قوي مش بس غريب في بيتي. يعني انا عملت في المرحله دي افلام اعتقد سابت اثر كبير قوي عند الناس. الفتره دي كانت فتره سريه قوي. عملت حكمة المحكمه. مع الاستاذ فريد شوقي. ايوه. وعملت قفص الحريم. ياه. طبعا كان اخراج الاستاذ حسين كمال. وعملت خمسة باب. ياه ده انت قديم يا واد يا واد هتفضحني يا نهار اسوح عليا هتفضحني. ادي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وخميسة يا حبيبي ولسه كمان أقدر أمشي أكتر. عارفة عارفة يا حبيبي بس كفاية كده يا ضناي عشان ما تتعبش. ماما هو السواق ما كاش معاك ليه؟ وانت كنت عايزه يجي معايا؟ ايوه اصلي حبيته قوي. يا حبيبي حاضر يا حبيبي المره الجايه ان شاء الله هجيبه معايا اصلا انا عارفه هو بيجرش فيه. يا ريت يا ماما يا ريت. ده بالنسبه للافلام. استنى انت انا عايزه بس اقول لكم حاجه. مؤمن كان اكتر طفل بروفيشنال في الوسط الاطفال. يعني كان ممكن يبقى فيه طفل مثلا ينيق ويزيق انت عارفه الحاجات دي يعني ينام مثلا وده حاجه طبيعيه جدا يعني. لكن مؤمن كان محترف الى اقصى درجه. ما فيش حاجه اسمها يخش الشط ومش مذاكر كل الكلام ولا يمكن يغلط. يعني احنا نعمل ستوبات الكبار وهو لا. عارف اداؤه بالظبط هيكون في المشهد ده شكله ايه ويخش داشنج يشتغل ويخلص على طول. يعني عمري ما حسيت ان انا قدام طفل الا لانه مؤمن اللي عمال ادلع فيه كده. لكن كمحترف لا ممثل محترف تماما مش محتاج اي توجيه. ازاي اكتسبت الخبره دي؟ والله هي كانت
من عند ربنا، هي كانت ملكه يعني. هو يعني في الفتره دي او في المرحله السنيه دي ما كانش قدره اكتساب، هي كانت من عند ربنا. وده كان سبب ان انا اشتغلت الفتره دي كتير جدا، لان انا كنت في نفس التوقيت كان ممكن اعمل مسلسلين وفيلم واسافر واروح واجي. عملت في الفتره دي اعتقد كانت سريه ليا فتره من 80 ل 86. كان عندنا شغل كتير ما بين اليونان وما بين دبي وسوسه وتونس وتونس وبالاضافه لمسلسلات وافلام مصر. لان في الفتره دي كان اي مخرج كان كل اللي يهمه ان هو ما يعني شغل التصوير بياخد وقت كتير قوي. فانا محتاج طفل يقف قدام الكاميرا ما يعطلنيش بالظبط، فهو ده كان احد الاسباب يعني. حبيبي كنت بتجيب كتبك وبتذاكر في ما بين الشطات ازاي قدرت تمانج يعني؟ الاول انت اول ما ابتديت كنت قد ايه؟ انا ابتديت 7 سنين بالظبط. كان في ايه بقى؟ في مسلسل اسمه وفاء بلا نهايه، كان الاستاذ يحيى شاهين واستاذه زبيده ثروت. يا واد يا قديم خرابي مؤمن قديم. وكان اخراج الاستاذ فاي اسماعيل. والمسلسل ده كان بالصدفه البحت يعني. ابتدانا كان اختي الدكتوره نبيله كانت بتعمل بتمثل في التلفزيون، وانا رايح مع ماما يعني واخداني في ايديها وداخله. نبيله كانت اكبر منك منك انت ونبيله اكبر مني انا نادر. نبيله الكبيره ماما واخداني في ايديها. ففجاه لو تفتكري كان في عندنا ريجيسير اسمه عم حبشي. ايوه طبعا طبعا. لقيت ماشي في ايد ماما، حد شدني قال تعالى تعالى. اول مره في حياتي انا مره حفظ. قلت له في ايه؟ قال لها بس تعالي تعالي. فتح المكتب دخل لنا الاستاذ فايق اسماعيل والاستاذ يحيى شاهين والاستاذ بيضه ثروت. قال له ايه رايك في ده يا استاذ؟ فقال لي تعالى. فما واقف على الباب مستغربه طبعا يعني ناس كبيره وفنانين. تعالى بتعرف تقرا؟ قلت له قلت له لا ده لسه يعني. طب قول ورايا كذا كذا كذا. فقلت ولا مش في دماغي بقى مين اللي قدامي. قال لا بس خلاص هو ده اللي هيعمل الدور. بعديها صورنا تقريبا بحوالي اسبوع 10 ايام، والمسلسل ده اتعرض بعديها بشهرين. فانت لسه في صغنن في حجمك زي ما انت. بالظبط. واتعرض بشهرين ونجح نجاح رهيب جدا في المرحله دي. هنا كانت الانطلاقه على طول. فعلا. وبعدين انا مش قادره اصدق انت كنت عارف. لما بفتكر قد ايه مثلا 4 الصبح مثلا بالذات في المسلسلات اللي كنا نبقى مسافرين فيها يعني مثلا في تونس في مش عارف ايه في اليونان في بتاع، فمش 24 ساعه بجد. فيبقى في مشهد 4 الصبح فين مؤمن؟ مؤمن ما فيش حاجه اسمها تصحيه وكسلان، مؤمن جه مع انه كان نايم يعني. مؤمن بيذاكر تك يجي. القدره اللي انا كنت حبيبي معتز بيك قوي لانه انت اجدع مننا بكتير يعني. احنا بنتعب وبنهق بقى وبنعمل كده، هو حبيبي جاهز على طول. الاكل جاهز يا رادا، انت مش عارفش تطبخ غير بطاطس؟ اه يا شباب كل وانت ساكت دماغك ربنا. طب اللحمه لا ده هتخدم يعني. رات ما تاكل بقى بلاش بطر بقى. يعني قوم يا فاطمه افتحي الباب يا ضناي. اللقمه تروح يا ماما ما تبصيش. اللقمه تروح انا كمان، ولا مش عايزه اكل بطاطس. كل ربنا يهدك، كل انا اللي هكسب. وابتدى يحصل اعتماديه كمان يعني. ابتدت الناس تتعامل معايا ان انا مش هعطله. انا كنت كانت الاستاذه سميره عبد العزيز كانت تقول لي فين زكي رستم؟ مش فاهم طبعا اي حاجه. عرفت بعد كده لما سالتها قالت لي كان هو الممثل اللي عنده القدره يقف قدام الكاميرا يمثل ويطلع اللي عنده، اول ما يتقال كات او يخرج بره الكاميرا يبقى بني ادم عادي. انت بتعمل كده؟ ابقى انا ازاي؟ انا مش قادر افهم انت ازاي عمال تجري وعمال تلعب وعمال تيجي واشدك عشان احنا عندنا دخله هنخش من الباب اليك داخل جوه بتعيط وبتمثل. ايوه مشاهد العياط انت كنت بتعملها. انت كنت في امراه في سجن الرجال كنت بتعيط كتير وبرضه يكات عادي مفيش حاجه. عجبتني في محاكمة علي بابا لأنك أنت مع صغر سن، أنت كنت كبرت بقى شوية في محاكمة علي بابا، بس كنت فاهم أنت بتقول إيه جدا يعني. مش كل الأطفال بيبقوا فاهمين المورال اللي في الرواية دي. لا أنا أصلي في محاكمة علي بابا كان خلاص بقى عندي القدرة والوعي إن أنا أقرأ اللي ما كنتش يعني. زمان وأنا صغير كنت أروح أمثل المشهد بمشهده. يعني تعالى احفظ أنت هتقول كذا وهتعمل كذا. كانت ماما بتتعب معايا قوي في الموضوع ده. لأنها كانت بتحفظني وكانت بتكتفني وناس بتصور عشان ما أقعدش أتحرك كتير وحاجات كده. وكانت بتحفظني الشغل، فكان المشهد بمشهده. كانت هي اللي تقرأ المسلسل. كانت هي اللي تقرأ الورق قبل ما أشتغله. لكن في محاكمة علي بابا لا أنا كنت أقدر أقرأ الشغل. أنت كنت في سنة كام تقريبا؟ كنت في أولى ثانوي تقريبا.
كلنا بنشوف النملة ازاي بتشتغل وتتعب وتشقى بصبر ومهارة واجتهاد، لكن اول ما بنرشها بالفليت بتموت. شايف الصفصطة؟ سيبيني افهم عايز اقول ايه. قصدك ايه؟ قصدي اقول ان النملة حشرة ضارة ولازم نقتلها. يا ابني انا بتكلم عن الصبر والمهارة والاجتهاد في العمل. وايه يعني؟ ما الحرامي بيطلع المواسير بمهارة وصبر واجتهاد. اخرس يا ولد. بابي بيتكلم عن المجهود اللي لازم يبذله الانسان علشان يوصل لمراكز كويسة. يعني مثلا بابي كان بيطلع الاول على زملائه في المدرسة. اي فعلا انا كنت بطلع دايما الاول في المدرسة. كل سنة؟ طبعا كل سنة. لا بس انت مثلا في غريب في بيتي كنت صغنن جدا خالص. الفترة بقى الصغنن دي فاكر منها ايه وايه غير غريب في بيتي؟ فاكر منها غريب في بيتي وفاكر منها الفقراء اللي يدخلون الجنة مثلا. في مسلسلات كمان أطفال عملتها في المرحلة دي. عملت مثلا أجمل الزهور مع مدام نجوى إبراهيم. وعملت سينما تاني، عملت زي ما قلت خمسة باب، وعملت حكمة المحكمة. كانت فترة سرية قوي من كتر الشغل فعلا، وكنت بعمل شغل برا كتير قوي، مسلسلات كتيرة جدا برا. طب غريب في بيتي كنت عامل ايه مع سعاد حسني؟ فاهم ان دي سعاد حسني؟ انا فاهم ان دي سعاد حسني طبعا. بس هو السؤال مش انا كنت عامل ايه، هي كانت عامله ايه. هي كانت عباره عن نسمه. وده فعلا كان واقع. يعني انا في المرحله دي داخل وعارف ان انا هعمل همثل مع سعاد حسني، لان انا بشوف افلامها. لقيت حد مختلف تماما. عايز اقول لك الوحيده اللي ما كانش بيتسمع لها صوت في اللوكيشن كانت هي والله. كانت على المشهد تصور وتطلع. على شغلها تطلع وكان صوتها واطي واحنا بنتكلم قبل الشغل في المشهد الموضوع تاني. حاجه كانت هايله يعني. بص يا اشرف، انا هسهلك الحكايه. افرض اننا عندنا 6 تفاحات وعايزين نقسمهم بيننا وبين بعض، انت هتاخد كام وانا كام؟ ما يصح. عيب. هو ايه اللي ما يصحش؟ اننا نقسم، والاحسن نسيبهم صحاح. يعني ايه؟ يعني انا اخد 6 تفاحات وانا يا ولد انت بقى تاخدي 6 برتقالات كده برضو. اشرف الله، انت زعلتي؟ مش انت دايما اللي بتقولي لازم تاكل وتتغذى؟ ايوه انا اللي بقول. تسمح تخليك معايا في الدرس شويه وتبطل هزار؟ حاضر. يا بختك يا اخويا. كان كل انا كل الناس تقول لي دي انت في سعاد حسني يا ابن المحظوظ. كل الناس تقول لك يا جماعه. حبيبي كان. وبعدين عنتر شايل سيفه كنت عامل ابن مين؟ ابن استاذ عادل. استاذ عادل؟ طبعا. صح، اللي سبك ونوره سبك. سابنا وسافر. أيوة أيوة. ايطاليا. ابا ابا كفار ابا. لا انت مع عادل امام كنت عامل ازاي؟ لذيذ يعني؟ كان بيناقشك؟ واصل هو عنده مع العيال كده يقعد يلعب معاهم ويناقشهم. انا طول عمري حتى بعد ما عملت الافلام دي وهو ما يشوفني في اي مكان ما شاء الله عليه يعني عرفني بالاسم وفاكر. وفي في في بعض الممثلين بيعدي عليهم اطفال ما بيفتكروش دول مين. يعني اهلا ازيك. لا انا كان في تواصل وفاهمني وازيك وعامل ايه ويحضني ويبوسني. حبيبي يا حبيب قلبي، ماما يا بناني وحشني قوي يا ماما. كنت وحشني اكتر يا عيني. ماما فين السواق يا ماما؟ السواق؟ تمام يا باشا، وما حدش غير وقته مرحوم امي وما هيتكون اصطاب. ينفع باشا؟ ماشي.
كله ماشي. ابطا وكمان كان في جده بشنبات. كان في واد اسمه الشاطر عمرو وكمان كان في جده بشنبات. في بعاد الاكل بأمر سعمر جده يقعد يحكي حكايات. كان في واد اسمه الشاطر عمرو وكمان كان في جده بشنبات. كان في واد اسمه الشاطر عمرو وكمان كان في جده بشنبات. في معاد الاكل بامر صم جده يقعد يحكي حكايات. كان يعمل لك ايه ديلو يلوي يتشعلق بيه عالشجرايا عالشجرايا وكمان يقدر يمشي على السلك ولا احسن بليا تشوف السرك. وكمان يقدر يمشي على السلك ولا احسن بليا تشوف السرك. وده كله عشان متغذي تمام ولا عمره يرفض اي طعام. كان في واد اسمه الشاطر عمرو وكمان كان في جده بشنبات. كان في واد اسمه الشاطر عمرو وكمان كان في جده بشنبات. في معاد الاكل بامر سعمر جده يقعد يحكي حكايات. كان والاستاذ فيل ابو خف تقيل لابس خلاخيل فيها شخاليل كده مبرومه كده مبرومه. ومع التطبيل ومع التهليل يرقص ويميل ويحط يشيل في الزلومه في الزلومه. ويبص الفخر الزكا وتل وكأن الدنيا دي بقت الملك. وده كله عشان متغذي تمام ولا عمره بيرفض اي طعام. كان في واد اسمه الشاطر عمرو وكمان كان في جده بشنبات. كان في واد اسمه الشاطر عمرو وكمان كان في جده بشنبات. في معاد الاكل بامر سعمر انا جاهز احكي له حكايات. مجلة سمير تعتبر مجلة من أعرق إن لم تكن هي الأعرق مجلة أطفال مصرية، مش بس في مصر، في الوطن العربي كله. يعني دخلنا حوالي 60 سنة دلوقتي سمير. في البداية في أول ظهورها سنة 1956 لما صدرت عن مؤسسة دار الهلال،
وبعدها بثلاث سنوات صدرت مجلة مهمة، مجلة ميكي، وكانوا الاثنين من أهم المجلات اللي أثروا في الطبقة الوسطى المصرية في وقت معين. وكنت مدير تحرير مجلة ميكي جيب، هي كانت مجلة شهرية طبعا أعتقد كل مصر قارتها، ورغم إنها كانت مجلة أبيض وأسود يعني، والورق بتاعها كان ورق بنسميه ورق الدشت يعني، ورق مهوش فاخر قوي، إلا إنها كانت محققة مبيعات خرافية. كل الناس تعرف إن مجلة ميكي مجلة مترجمة، مش مجلة مصرية، هي مترجمة عن لغات أجنبية أخرى أو ثقافة أخرى، وده مش عيب إن أطفالنا يتفتحوا ويعرفوا الثقافات الأخرى عن طريق مجلة أجنبية مترجمة، دي مش حاجة عيب. ففي الوقت ده في الخمسينات ستينات سبعينات لغاية الثمانينات، فعل القراءة نفسه كان متواجد وبقوة في وقت معين، لما ما كانش فيه وسائل ترفيهية كتير، ما كانش فيه وسائل تقنية كتير، ما كانش فيه الكمبيوتر طلع، ما كانش فيه الفيسبوك، التويتر، الانستغرام، كل الحاجات دي أثرت على الأطفال والشباب. طبعا من البداية مجلة سمير استقطبت يعني كل الفنانين، بالذات فنانين تشكيليين في مصر ويمكن في الوطن العربي كله، مش عايزة أقول أسماء، الأسماء كلها كبيرة يعني، مصطفى حسين يعني، مش عايزة أقول يعني الحقيقة، لأن كل فناني مصر الحقيقيين كان لهم بصمة في مجلة سمير بدون استثناء. الحقيقة احنا عملنا موقع إلكتروني لمؤسسة دار الهلال، وكمان في جروب على الفيسبوك لمجلة سمير، وقريب قوي هنعمل حاجة مستقلة تماما لمجلة سمير، يعني بيج مثلا أو صفحة على الفيسبوك مخصوصة لمجلة سمير، بحيث ان الأولاد يقدروا يتفاعلوا. هاي عودوا إلى هنا، ما زلت هنا لقد نسيتموني. وفي نفس الوقت في السفينة، أنا يمكن العودة لبطوط يا كابتن؟ آسف يا سيدتي، القاعدة واضحة تماما، ولكن كيف سيعود بطوط المسكين إلى المنزل؟ لا تقلقي يا سيدتي، سيجد السيد بطوط طريقة بالتأكيد. أنا قلت مفيش كلام على الأكل يا أشرف. والنادي يا ماما، روح النادي معاه مرة واحدة. لا ليه؟ هو النادي في حاجة تخوف يا مدام؟ كابتن شحاتة، الولد ده اللي حلتي من الدنيا، مش عايزة أتلف حاله على بدري. أنا كان يجيلي السيناريو ألاقي نفسي أم في ولد في الفيلم، أنا بقرأ ده دور مؤمن يعني، مش محتاجة أفكر إنهم هيجيبولي طفل تاني، فكنت حتى اما اروح اللوكيشن مثلا ولا ايه عيل تاني اقول الله هو مؤمن فين، يقول اصل في اليونان مثلا، او يعني عارف كان كده. وانا بالذات انت كنت مكتوب عليا يعني اسعاد مؤمن، والله عملنا حاجات اكتر من اللي احنا فاكرينها انا وانت دي كتير، مش بس مش قادر استدعيها دلوقتي. انا جات فتره كمان كنا بروح تونس نعمل مسرحيات لو تفتكري، مسرحيات اللي كنا بنطلع اللي هو نسافر يوم ونعمل بروفات ونصور والمسرحيه ونرجع، عملنا مسرحيات دي. عملنا ايه؟ فاكر؟ لا 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 مش فاكر، انا مش فاكر المسرحيات. ازاي مامد انت صغير ازاي مش انا فاكر؟ مش فاكر من المسرحيات دي غير مسرحيه انفجار الجميل. دي كانت ايه؟ كانت الاستاذ سمير غانم ومدام هاله فاخر، تخيلي. انا فيها دي؟ لا ايوه لا, لا انا بقول حك انا ده الجديد، هي دي المسرحيه الوحيده اللي لحد النهارده حتى في الخليج لما حد بيقابلني وطالع انت كنت طالع في المسرحيه اللي سويت فيها مش عارف ايه، يعني بيكلموني على المسرحيه دي تحديدا. لان المسرحيات دي اللي كانت بتتسوق في الخليج كتير جدا، بيحبوها قوي. وساعات كنا نسافر نعرض المسرحيه في الخليج او الكويت او البتاع، فتبقى تبعهم بقى بيشوفوها هم اكتر مننا يعني. ان شاء الله تكون مبسوط يا ابني. كويس. شايف عاجبك اللي بيحصل لابوك ده حبيبي؟ انا تعبت يا بابا من الاشكالات دي، انا رايح المدرسه. مع السلامه يا ابني، ربنا يوفقك وتنجح زي كل سنه. المكافاه اللي انا عاملها لك ان شاء الله السنه دي لما تنجح زي ما وعدتك هتجيب لي عجله. ها سلام. صنور. ايوه بابا. مش عايز فلوس معاك يا ابني ولا حاجه؟ لا معايا. عايز انت؟ نعم عايز انت؟ انا لا كفاية معايا حبيبي، مرسي كفاية، اللي خدته منك حرده امتى. ايه تاني احكيلي كملت ازاي؟ مسلسلات اللغة العربية كمان. دي برضو كانت حاجة مختلفة شوية، ان على السن ده كنت بعمل لغة، عملت لا اله الا الله اشتغلت فيه. في مسلسلات تاريخية كتير اشتغلت فيها لغة عربية، وده كان صعب في السن ده، بس سبحان الله هي ملكة يعني. ازاي يا مؤمن مش عامل رصيد لحاجتك اللي اشتغلتها؟ والله انا على قد ما اقدر جمعت حاجات في المرحلة دي، لكن للأسف في الفترة دي ما كانش فيه نت، وما كانش فيه نجيب شرايط مني، كان المكان الوحيد المصدر اللي نجيب منه شركة السعودية،
ننزل مكتبات اللي في السعوديه عشان نجيب الافلام دي والمسلسلات اللي احنا عايزينها. ولد انت ولادك قد ايه؟ بنتك قد ايه كبيره؟ 12 سنه. حبيبتي ربنا يحميها يا رب. شبهك سما. الله. عندي سما ومريم وعمر وغزل. ودول عارفين ان انا امك طبعا. يعني انا حفيد عندي اربع احفاد دلوقتي. انا دايما بقول يعني ربتني زي ماما بالظبط. كانت بتسيبني في اللوكيشن، كانت في اللوكيشن تقول لي بتعملي غلط، بتعمل ايه بره الشغل. يعني كنت دايما معايا كده. حبيبي يا مؤمن. طب بنتك الكبيره مثلا ما بتنعكش هي تدور تلاقي لك حاجات ولا؟ سما لا، سما بتنعكش طبعا. سما عندها ميول تمثيليه. انا عندي كل حاجه. انا عندي سما بتحب التمثيل، وعندي مريم بتحب الرقص قوي. بس طبعا ان انا يعني مش متواجد على طول في مصر وشغال بره. فالموضوع مش ما عندهمش المساحه. انا لو هنا كان زمانهم اشتغلوا من زمان في الفن. طب ما شفتش دلوقتي الاطفال الموجودين حاليا بتشوفهم طبعا. ايه طبعًا رايك؟ طبعًا. شايف فيهم حد؟ والله انا شايف في بنات عاملين شغل كويس اكتر من الولاد. يعني في بنات عاملين وبيمثلوا كويس قوي وطلع منهم. يعني انت نجحت اكتر تعتبر نفسك ولا نادر اخوك في المرحله السنيه وانا صغير؟ انا انت طبعا. وحتى على مستوى اعتقد الفتره اما كبرت، يعني كان انا عامل جلباب ابي مثلا. ده كان من حظي ان انا اشتغل في مسلسل. كنت ابن سهير الباروني. ايوه اللي هي عمتها. عمتي كانت عبلة. ايوه يا رجل. ايه اللي رجعك؟ خلاص يا حاج، قعدنا شويه واتغدينا وبعدين منع نزل فنزلت معاه. وشناير قعدت معاه؟ ايوه حاج، قعدت معاه واتكلموا كمان. وايه رايها؟ موافقه يا حاج. على بركه الله. وهي ثانيه فين دلوقتي؟ روحت؟ لا يا حاج، قاعده مع نفيسه. لكن هو عرف ان سنية هي العروسة؟ لا يا حاج، انا قلت له ان دي صاحبة نفيسة. عظيم. طب وبعد كده ما فتحش معاك موضوع العروسة؟ ايه؟ لا يا حاج، دي سنية كانت عاجباه قوي لدرجة ان من عاوز يرجع في كلام. انا عملت بعديها كذا حاجة بس هي ما خدتش الشهرة بتاعت جلباب أبي. يعني عملت بعديها قطة في سوق السمك، والقلب يخطئ احيانا، والفجالة، عملت كذا حاجة. وبعدين 2005 سافرت. طب قول لي لما اشتغلت كده انت كنت ملء الجو وملء الاثير يعني في، هل ده عمل حاجه مع شخصيتك؟ غير فيها، بدلها، اضاف لها؟ حاسس ان انت استفدت في الفتره دي ولا مثلا كنت نفسك تبقى طفل عادي بيلعب ومش عارفه ايه وكده؟ لا انا استفدت حاجه مهمه قوي. مهمه جدا. ويعني انا احمد ربنا انها مرت عليا. دايما مرحله ان الطفل يبقى في الوسط ويطلع يكبر في الوسط بتولد حاجه من اتنين. ان هو يبقى حاسس بنفسه قوي. وان انا ممثل وانا طفل مشهور في سني. او انه يتخطى الموضوع ده، يبقى الموضوع عادي جدا. فانا الموضوع ده بالنسبه لي ما فعلا ما حققليش ازمه. انا عمري في حياتي ما كنت متباهي ولا كنت متفاخر على حد ان انا بمثل، ولا عمري بوظت حياتي بسبب الموضوع ده. بالعكس انا كنت مع ان دي. انت كنت المدرسه هي يعني زمايلك في المدرسه زي ما انا كنت بسمع من ماما هم اللي قلبين الدنيا ان انت زميلهم. يعني بالزبط. مش مصدقين روح بالظبط. وانت الحقيقه عمرك ما حسيت ان انت مختلف خالص؟ لا انا ما كنتش كده خالص. يعني عشان انا شفت عيال تانية ما ده اللي انا بتكلم فيه. فلا انا ما كنتش كده خالص، وفعلا ده اضاف لي مش شال مني. طب هل دلوقتي انت ممكن ترجع تشتغل دلوقتي او تشتغل تاني باحتراف؟ طبعا طبعا، في حاله ان انا الاقي شغل كويس او عرض كويس او سيناريو كويس مش هتردد ثانيه طبعا. بس هو الفكره ان الوقت اختلف. انا دلوقتي غير زمان. يعني انا زمان كان ممكن المؤمن عايزينك تعمل مسلسل مش عارف ايه فمش هفكر وانزل اشتغل. لا طبعا، انا دلوقتي الموضوع لازم افكر كويس قوي ولازم اعمل حاجه كويسه قوي. لان هيبقى همثل بشكل احترافي خصوصا ان انت برضو في الميديا. يعني انت دلوقتي وانت بقى شاب كبير كده. طبعا شغال في الميديا، محترف في الميديا كبروديوسر وكده. بتخرج ايه دلوقتي؟ الاعلانات والافلام التسجيليه، و بالاضافه كمان الايفنت مانجمنت، تنظيم الحفلات. كل اللي له علاقه بالميديا ده شغلي. طب احكي لي طفولتك مش زي طفوله اي يعني في اطفال ممكن فترات كامله من حياتهم ما يفتكروهاش، لكن انت كل يوم في طفولتك له
علامة، ايه اكتر حاجة معلمة فيك قوي؟ والله اكتر حاجة معلمة فيها قوي ان انا اشتغلت مع جيل ما يتنسيش، وده يعني الاستاذ وحيد سيف الله يرحمه. كنت ما اقعد اتكلم قوي ولا في شغل وابقى زهقان وانا عندي مثلا 18 سنة مش عارف اشتغل، يعني بعمل مسلسل في السنة، انا المفروض اشتغل اكتر من كده. فياخد ايدي كده، يا مؤمن السوق اختلف وانت جيلنا. ايوه عشان اشتغل. الله يرحمك يا وحيد. الله يرحمه. والله صحيح يعني. والله لا، انا فعلا لحقت جيل. يعني انا اعتقد، يعني اعتقد طبعا مع احترامي لكل الجيل الجديد، كلهم ناس شباب متميزين، وحتى الناس الكبيره اللي شغاله متميزين، لكن انا لحقت جيل اعتقد كان مميز بلا استثناء. يعني انا اشتغلت، انا لحقت يحيى شاهين، لحقت زبيده ثروت، لحقت البليجي، لحقت كمال الشناوي، كل الناس اللي اشتغلت معاها. قول ايوه عايز افتكر كمال الشناوي، كل الناس دي اشتغلت معاها. انا اكاد اكون ما اشتغلتش مع حد في الجيل ده. عادل ادهم، الناس دي مفيش حد في الجيل ده ما اشتغلتش معاه. مفيش حد. يا واد يا مؤمن. طبعا ولادك دلوقتي بيقولوا ازاي بقى طنط اسعد بتقول عليه يا واد يا مؤمن؟ ده ابني ابني. لا ابني. لا دي حقيقه والله، شيلته من وهو كده لحد ما بقى كده، بس بعد كده ما لا ومش بس ومش مش بس شيل، يعني انا وده انا بقوله في كل مكان، حتى لمراتي كمان بقول لها. يعني هي ليها جزء كبير جدا عليا في ان انا كنت بتعال. اصلا انا كنت في الوسط، انا يعني مش كنت بمثل وبجري، انا كنت بتربى كمان في وسط الوسط. صحيح. فهل يا ترى هتربى صح ولا هتربى غلط؟ اذا كان اللي قدامي كان بينبهني لكل حاجه يبقى اكيد هتربى كويس. يا حبيب قلبي نورتني يا مؤمن. والله يعني انت اللي نورتيني يا حبيبي، وما عندكيش فكره مدى سعادتي بالدعوه. انا جاي من الطياره دايركت يا حبيبي، جاي والله من عمان، ومسافر بكره على طول. لان انا يعني انا اسف طبعا انا اتاخرت عليكي، انا كان المفروض اجي من بدري بس كانت ظروفي مش سامحه. فانا سعيد جدا، سعيد جدا اصرار حضرتك، وسعيد ان انا معاكم. حبيب قلبي شوف الولد وامه ازاي، يعني بص جاي من عمان مخصوص عشان يسجور معايا ويشيل التورته دي كلها على قلبه، ويجي ويصور ونازل من هنا راجع على المطار تاني. ده فضل من ربنا ان بجد الواحد ولاده يبقوا بيحبوه كده. والله بجد لله. والله بجد، وتحيه بجد لكل كرو، لان في ناس اليوم تاريخ معايا في الكروب بتاع حضرتك. ايوه بجد متجلنا كلنا كل الاجيال. ميرسي ميرسي ليكي، وربنا يبارك لي فيكي. نورتيني يا حبيبي. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يبارك لي فيكي. بصر